السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. الاعصاب واللي تنعال واللي ملي كنشوف دي يلعبوا داك الشيء ما كنلقاش نجي بعد مرات كنضربهم بعد مرات كنصافي ماشي مشكل وبغيت غير نعرف هذا الشيء واش ثاني عاد شي يتم ولا 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 شنو يعني واخا لالا ام محمد شكرا لك لله من الله ينورك بنور الله ويزيدك الله حماس في حماس والحمد لله انت مرضيه ومهديه وربي غادي يعاونك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لالا ام محمد ختاما اياك والحلف ربنا عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع من للخير معتد اثيم الحلف انسان يمسك لسان ديالو ما نحلفوش خصوصا بعض الامهات كيحلفوا بالسوء على اولادهم او كيحلفوا بواحد بالضرب وما كيضربوش وعودوا لساني على الكلام الجميل مع اولادي ومع جيراني ومع الناس كلهم راه اللسان على ما عودته عودوا على الكلام الجميل غادي يعود فيه كلام جميل ما يسمى بالبرمجه اللغويه او البرمجه العصبيه واللي يبغى كلامه يكون كله جميل ما عليه الا انه يكثر من ذكر الله لان اللسان اذا ذكر الله تعالى لا ينطق الا بالحق والا بالصواب والكلام الحسن فاذا حلفتي على قبل وليداتك وراه خاصك فديه والفديه هي صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او عتق رقبه رقبه مابقتش لكن اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام فديه الحلف هذا الحليف اللي هو يا والله تندير درتش اما هناك اليمين الغموس اللي شي واحد دار وقال لكم والله ما درت هذا كتسمى اليمين الغموس وكانه غمس يده في الدم هذيك الله يسترنا واياكم ما عندهاش الكفاره سوى التوبه الصادقه النصوح لله تعالى اسال الله الكريم للا ام محمد ان يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويسعدك واسال الله تعالى ان ينير قلبك واسال الله تعالى الحنان المنان للا محمد ام محمد ان يشافي ويعافي ويبارك لالا محمد اللي طلبت واحد الدعوه مع امها، اطلبوا الساده المستمعين الله يجازيكم بخير، واحد دعوة ديال الخير بالشفاء. اللهم شافيها وعافيها. اللهم يا ربي طبها في الغيب. اللهم عالجها بعلاجك. اللهم دوها بدوائك. يا ربي وهذه الساعه المباركه المسعوده كل من كان مريض او كان سقيم. نسال الله تعالى بجلاله وقدرته ان يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء للصدور الصدور اللهم يا رب جميع مرضانا ومرضى المسلمين وأحسن طريقة نتوسل بالصلاة على النبي في الشفاء هناك صيغه جميله في الصلاه على النبي ديال الشفاء وهي ان نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وللا زهور من طنجه راها مريضه الان وكتمنى ربي يشفيها ويعافيها وكان دائما ملي كتتواصل معنا كتقول لي الله يرضى عليك ولدي دير الاغنيه العزيزه عليا الى قلبي كنقول لها شنو لنا الزهور كتقول لي هذيك كتسمى الحضره الشفشاونيه هذوك العيالات اللي كيتجمعوا كي بعضياتهم وكيبقاو يصلوا على النبي وهما مهمومات منكسرات هما اللي عندهم الهم الشديد وعندهم الالم الشديد ومع ذلك كيقول لك خلي على الله وكيصلوا على النبي وربك يفرج هدية لأم محمد وللحجة أزهور من طنجة ولكل المستمعين والمستمعات صلوا جميعا على رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله